هاد اللقاء لابد باش نوضح واحد المسألة، يعني السياق ديال التنسيق ديال المعارضة. حقيقة لأن جات أسئلة واش هذا تنسيق على مستوى الأحزاب أو على مستوى المعارضة، أن من بعد قانون المالية تم التنسيق ما بين فرق ديال المعارضة داخل مجلس النواب فقط. يعني التنسيق يعني ما بين الأحزاب هذا ماشي من اختصاصنا كفرق نيابية، ولكن كاين الهياكل مكاتب سياسية ديال الأحزاب ولها الحرية في اختيار ذلك. أما اليوم هذا التنسيق محدود داخل مجلس النواب ومحدود في النقاط الالتقائية فقط. طبيعة الحال من بعد الدورة المقبلة ربما يكونوا مشاريع قوانين اللي كل حزب غادي يحافظ على المرجعية ديالو وعلى الهوية ديالو، ونفس الشيء غيوقع أعتقد حتى في الأغلبية إذا كانت أحزاب تحترم نفسها وتحترم المرجعية ديالها والهوية ديالها. نحن فرق التقدم الاشتراكية طبيعة الحال ما يمكنش نسمحوا في الهوية وما يمكنش نسمحوا في المرجعية ديالنا، وهذا الشيء وقع في الحكومة السابقة، كنا في الأغلبية ودافعنا عن مواقفنا وعن المرجعية، والتاريخ يسجل ذلك. قلت السياق ديال التنسيق المعارضة كان من بعد التقديم ديال البرنامج الحكومي، ومن بعد فجأة الهندسة الحكومية. طبيعة الحال كنا كأحزاب المعارضة كنلاحظوا بأن الحكومة ليست سياسية، فيها سبعة ديال الأحزاب، فيها سبعة الوزراء اللي معروفين ما كينتميو لكل الأحزاب، يعني تقريبا 18 الوزير لا علاقة له بالأحزاب، يعني بين كنواجهوا واحد الحكومة تقنقراطية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية اللي صوتوا عليها المواطنين والمواطنات الأولى. ثانية من بعد فاش تقدم البرنامج الحكومي، حنا في حزب التقدم الاشتراكي هذا هو المطلب ديالنا منذ سنوات، ديال الدولة الراعية والدولة الاجتماعية. قلنا لهم حنا نتمن هذه المسألة هذه، وهذا التراجع اللي وقع ما بين الأحزاب الليبرالية اللي ولات كتآمن بداك الشيء اللي كنا كنآمنوا به، تمنا هذا التراجع في المواقف ديالهم. ولكن ملي جا قانون المالية لقينا الله علاقة بداك الشعار اللي في البرنامج الحكومي بقانون المالية، لأن قانون المالية هو اللي كيجسد البرنامج الحكومي. طبعا حتى الدولة الاجتماعية خصها إمكانيات للتنزيل ديالها في الصحة وفي التعليم وفي التشغيل. فجا قانون المالية هو استمرار جميع القوانين. بقينا كنتسائلوا لو هاد الحكومة ديال اللي كتقصى الأحرار، يعني ما كاين حتى فرق ما بينها وما بين حكومة تكون مشكلة مع أحزاب أخرى اللي في المعارضة ولا خارج المعارضة. يعني كاين واحد الاستمرار كأننا أمام واحد موظف مسامون جاو كينفذوا واحد البرامج اللي كانت قبل. ما لقيناش اللمسة ديال هاد الناس في هاد الدولة الاجتماعية، لأن يعني الدولة الاجتماعية شنو هي؟ هي نقلب على الموارد. أول حاجة هي ما لقيناش هاد الإصلاح اللي جاو، إصلاح الضريبي اللي هضروا عليه في البرنامج الحكومي ما كانش نهائيا. الضريبة يعني على 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 الثروة. مسألة أخرى ديال العدالة المجالية، كان في السابق الحكومات السابقة كانت كتخصصنا 3 مليار، هي في البرنامج كتقول بأن نزل العدالة المجالية، نقصت مليار جابتو 2 مليار. يعني لمسنا هادو غير أمثلة، لمسنا واحد التناقض كبير ما بين البرنامج الحكومي وما بين قانون المالية، وهذا كان كيوحدنا كمعارضة في نفس الرؤية. قلت غياب هاد الحكومة السياسية خلق حتى واحد الجمود داخل الفضاء السياسي، ما كاينش نقاش. اليوم قررنا نديروا هاد الندوة من أجل أولا خلق نقاش سياسي، لأن كان من المفروض على السيد رئيس الحكومة وكنا في غينا على هاد الندوة لشي يقدم الحصيلة المرحلية اللي سماوها 100 يوم داخل البرلمان، ويكون نقاش داخل البرلمان ونكونوا في غينا على هاد الندوات الصحفية. لكن هو فضل يمشي يتواصل مع المواطنين والمواطنات عبر القناة الأولى وقناة دوزيام، وما يكونش نقاش. هنا كنربطوا بالسرية اللي طرحت على اللجان. السرية ديال اللجان صحيح الدستور كيقول لجان سرية، لكن في النظام الداخلي اللي هو مكمل للدستور وصادقت عليه المحكمة الدستورية في المادة 96 واضحة كتقول لك اللجان سرية ويمكن أن تكون علنية إما بطلب من رئيس مجلس النواب، بطلب من رئيس مجلس النواب، يعني ماشي ضروري يتداولوا فيه، مجرد ما يدير الطلب ترفع السرية، أو من الحكومة
او من اعضاء مكتب اللجنه او من ثلث اعضاء اللجنه. وكان في الاول طلب من طرف لجنه القطاعات الاجتماعيه من طرف مكتب اللجنه ووجه بالرفض. كان بدي طلب من الحكومه السيد الوزير انس السكوري جاء باش يقدم برنامج ديال الاوراش وطلب رفع السريه وما تقبلاتش. هذا بالنسبه لنا يعني خرق سافل من النظام الداخلي. طبيعه الحال هاد اللجنه هي مؤسسه بحال المكتب ديال مجلس النواب. هاد مكتب مجلس النواب هو مكون من الاحزاب المشكله للبرلمان، ومكتب اللجنه نفس الشيء. يعني هادو جوج المؤسسات. الماده 96 جايه في الباب ديال اللجان الدائمه، يعني حق ديال هاد الثلاثه اللي قلت هما يرفعوا الطلب الرئيس اللجنه، ورئيس اللجنه يرفع السريه. السريه لاش حنا ما كنقولوش غادي نهضروا في مواضيع اللي كتمنس امن ديال الدوله. حنا كان النقاش اولا في الاول ديال 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 الاوميكرون، وجبنا وزير الصحه واللجنه العلميه، كانت فرصه ماشي للسيدات والساده النواب للراي العام باش يطالع على هذه المساله. والفرصه الثانيه ديال هذا البرنامج ما يسمى باوراش اللي جابته الحكومه باش يشرحوا للراي العام شنو هو هذا الاوراش، ويكون نقاش والراي العام يتبع هذا النقاش. هذه العلنيه ماشي فتح اللجنه غير الصحافه، العلنيه كذلك يمكن النقل كما كان قبل المباشر، لان اليوم حنا مازال في حاله الطوارئ. كاينين نائبات ونواب ما كيحضروش في اللجنه بحكم القانون كيمنعهم. كيفاش انا ما نديرش النقل المباشر؟ هذا حق هذاك النائب والنائبه، كيفاش غيكونوا يشاركوا في اللجنه؟ يعني كاين واحد الحي من طرف مكتب المجلس اليوم مازلنا كنطالبوا برفع السريه ديال اللجنه. مساله ديال سحب المشاريع قوانين. طبعا الحال ماشي سبعه كما قالت الاخت، كاين اربعه ديال المشاريع قوانين. في الاول حنا قلنا بان لا نجادل في الحق الدستوري والقانوني ديال رئيس الحكومه في سحب المشاريع كما دارت الحكومات السابقه، ولكن الحكومات السابقه سحبت المشاريع كلها. طبعا الحال بغات تحسبوها في الحصيله ديالها ماشي مشكل، ولكن وضحات لاجوندا ديالها باش تعاود توضحها باش تحسبوها في الحصيله الشهريه. حنا المشكل ديالنا هو ديك الانتقائيه في سحب المشاريع. في الاول حيدات القانون الجنائي، والقانون الجنائي كلشي كيعرف في الولايه السابقه شكون اللي كان مبلوكي هذاك القانون، وعلى ماده واحده هي ديال الاطراء الغير المشروع، كان مبلوكي من طرف حزب التجمع الوطني للاحرار. اليوم فجاه كيترأس الحكومه تسحب هذاك المشروع، ووزير العدل كيصرح بان هذيك الماده فيها الاشكال وخصها اعاده النظر فيها. هنا كنتسائلوا هذه الحكومه اللي كتوجه للاصلاح واش بالفعل عندها نيه ديال الاصلاح ملي كتسحب مشروع قانون اللي كان بامكان ترجعه وعندها الحق دير تعديلات كحكومه او كاغلبيه. مشروع قانون ديال الاحتلال الملك العمومي كان نقاش كذلك في الولايه السابقه، وكان البلوكاج ديالو عفوا فراق اللي كانت في المعارضه واللي مراه في الاغلبيه. السحب ديالو شنو معناتها؟ حمايه ذوك الناس اللي كانوا مستافدين من الملك العمومي خصوصا البحري. وكاين تقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات في 2011 اللي كيرصد جميع الاختلالات ديال الملك العمومي البحري، ولا كيتباع ويتشرى، ولا فيلات، ولا الاراضي يعني بثمن خيالي. هادو ناس اللي اليوم كنقول لهم سحب هذه المشاريع هو حمايه للريع وحمايه للفساد، ولا علاقه بالشعار اللي جابت الحكومه.